السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة ومزارعين وفلاحين مصر بخير وطيبين، رغم ان احنا دلوقتي في عيد الفلاح، عيد الكادح الوحيد في مصر او من اكثر الكادحين والعاملين في مصر، هو الفلاح المصري. على مدار سنوات طويلة كان الفلاح المصري هو العمود الفقري لكل الأوقات العصيبة لمصر، في الثورات، في الأزمات، في الكوارث، كان الفلاح المصري هو العمود الأساسي للدولة المصرية، وما زال حتى الآن هو مانح الحياة كما يطلق عليه في خارج مصر. لكن في رغم عمله وجهده واجتهاده في العمل وفي دعم الأمن الغذائي المصري بكافة المنتجات الزراعية وتحمل كافة الأعباء، بيعاني، ما زال الفلاح المصري حتى هذه اللحظة بيعاني من الكثير من الأزمات، خاصة أزمات التسويق، خاصة ارتفاع مستلزمات الأسعار، خاصة غش مستلزمات الإنتاج، خاصة انخفاض أسعار توريد المنتجات بعد حصادها. يعني الارتفاع في تكاليف الانتاج مقابل انخفاض كبير في البيع واسعار التسويق، الفلاح المصري بدا ينهار، مش بس قطاع الزراعه سواء زراعه الخضر او الفاكهه او الزراعات المختلفه، لكن كمان الموضوع امتد الى الثروه الداجنه والثروه الحيوانيه. في عيد الفلاح الحقيقه كان في الكثير من الطلبات من المزارعين للدولة، خاصة وزارة الزراعة، وزارة الزراعة اللي في اتهامات كثيرة من المزارعين بالتقصير في حقهم منها. يعني الكثير من الأمور اللي بيحتاجها المزارع بالفعل والفلاح المصري بالفعل ويحتاج المسؤول للنزول لي فيها، ما بيلقاش وقتها المسؤول، خاصة في أزمات التسويق. على الرغم من كده وعلى الجانب الآخر، الحقيقة لا ننكر وجود الكثير من النجاحات في هذا القطاع الزراعي اللي بتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة وعلى رأس أولوياتها، وده شفناه وظهر بصورة كبيرة جدا في المشروعات القومية الكبيرة زي المليون ونص مليون فدان، زي مشروع 100,000 صوبة زراعية أو 100,000 فدان صوب زراعية، زي مشروعات النخيل، زي مشروعات الزيتون، زي التوسعات الزراعية المختلفة في الصحراء، زي وجود توجيهات رئاسية بضرورة العمل على دعم الفلاحين. في قوانين كتير صدرت وتم التصديق عليها من السيد الرئيس، لكن على الرغم من كده لسه وزارة الزراعة ما نفذتش أو ما يعني ما فعلتش هذه القوانين، زي قانون الزراعة العضوية وده من أهم القوانين اللي بيطالب بها الفلاح، زي قوانين الدعم الفلاحين بصورة أكبر وتسويق منتجاتهم، وده بنص عليه أحد مواد الدستور تقريبا المادة 26. فليه وزارة الزراعة أو الجهات المسؤولة حتى الآن التعاونيات الزراعية فين دورها بالنسبة للمزارعين؟ الحقيقة النهاردة هذه الحلقة مخصصة لعيد الفلاحين، هنسمع صوتهم وهنتكلم معهم في كافة التفاصيل التي تتعلق بهم، أزماتهم، مشكلاتهم، نجاحاتهم، حلول لهذه الأزمات. وكمان قبل ما نبدأ كلامنا عن عيد الفلاح وإن احنا هنستمع إلى السادة المزارعين، معنا بعض الموضوعات المهمة التي تتعلق أيضا بالقطاع الزراعي وتتعلق بالاقتصاد الوطني، وأولها إن في الحقيقة موجة تانية من محاولات تشويه السمك المصري. في السوشيال ميديا تم تداول بعض الفيديوهات على ان السمك المصري بيتم تغذيته من خلال او بالاعتماد على حيوانات نفقة، لكن هذه الفيديوهات الحقيقة غير حقيقية او تتعلق بتغذية نوع معين من الاسماك وهو القراميط، واحنا عارفين كلنا ان هذا النوع من الاسماك بيتغذى على هذه الامور وبيعيش في بيئة ممكن تكون كلها ملوثات. احنا دكتورة نسرين عز الدين أستاذ طفيليات بطب بيطري القاهرة هتكون معانا في مداخلة هاتفية حول هذه الأزمة. دكتور نسرين معانا؟
ايوه مع حضرتك. آه يا دكتور، زي حضرتك عاملة ايه؟ مساء الخير يا استاذ بلال، زي حضرتك. ربنا يخلي حضرتك. هذه المحاولات لتشويه السمك المصري، واحنا قبل كده اتكلمنا فيها مع حضرتك، كيف يعني حضرتك بتشوفي هذه الأزمة، وايه أسباب ظهورها في هذه الفترة، وايه علاقتها بأزمة القراميط والمزرعة اللي تم ضبطها وبتم تغذيتها على الحيوانات النافقة؟ والله يا استاذ بلال، احنا كنا اثرنا زي ما حضرتك تقدمت موضوع الشائعات اللي اساءت فعلا لمجال الاسماك، وضربت سمعة العديد من المزارع، واثرت بالفعل على تداول اسماك البلطي تحديدا. لان لو تذكر حضرتك كان العناوين اللي اتصدرت لبعض المواقع الالكترونية ان قطعوا اسماك البلطي، اسماك البلطي غير صالحه للاستخدام الادمي، اسماك البلطي تحتوي على العديد من الديدان والطفيليات، والاثنين واحد على فكره، لكن هو العنوان جه كده لان بتضر بصحه الانسان. لما جينا نتناقش في حلقه حضرتك ايامها اتجه الكلام او حصل تحوير للكلام على ان الهدف هو المزارع الغير مرخص. مرخص، كان ابرز، وطبعا كان كان واضح معانا الدكتور للعميل ان احمد مش ده سني الهدف. الدين تقريبا، مدير المزارع في الثروه السمكيه وقتها. بالظبط كده يا فندم، بالظبط. فالناس يعني في الدفاع عن هذه الموجه لتشويه الاسماك المصريه اللي انا مش عارفه ايه هدفها، اتغير الكلام ان الهدف من العناوين الواضحه دي هو المزارع الغير مرخصه. كان من ضمن الكلام اللي اتقال تحديدا ان اسماك البلطي بتتغذى على بقايا الحيوانات النافقه وتحديدا الدواجن. وقلنا ساعتها لا، اسماك البلطي لا يمكن تتغذى على الحاجات اللي من منشأ حيواني. العلف بتاعها ممكن يكون فيه نسبه بروتين حيواني، ولكن مش من طبيعتها ولا تركيبها انها تقدر تتغذى على لحوم دواجن او حيوانات مائية. تمام. فلما حصل في قريه اسمها بني عبيد، ونزل الموضوع ده فيديو ان في بعض او مزرعه، ده في هي مزرعه واحده بورسعيد صح؟ ده بورسعيد تقريبا. بالظبط. ان في مزرعه، وهي لا تعد مزرعه، ده راجل جه عمل يعني في الميه كده تجميعه ميه، واغلبها ميه صرف، ودراها بالمزروعات يعني مش باينه. ورغم هذا الجهات الرقابية قدرت تتوصل ليها، ولقيته بيرمي لتغذية القراميط وليس البلطي على الحيوانات النافقة، ورامي كلاب وميتة ودواجن ميتة. فإحنا هنا لاحظنا إن بدأت دي تبقى بذرة تانية، إن أهو كلامنا واللي ما كانتش إشاعات والكلام كان صح، وأصبح ده بيتداول مرة أخرى على بعض الجروبات اللي لا بأن علاقة السمك فيها المصري بيتغذى على حيوانات نافقة. القراميط. ايوه، فاحنا يعني ده اللي قلنا تم تداوله في تبرير الواقعة السابقة بخصوص بالظبط كده يا السمك فندم، البلطي. بالظبط كده. فاحنا بنوعي الناس عشان يكون كلامنا بس واضح الهدف منه ايه. احنا بنوعي الناس اولا، دي حاله وقلناها المره اللي فاتت، فعلا. قلنا اللي بيحصل ده يحصل مع القراميط، لان هي اللي تركيبها وطريقه تغذيتها ممكن تاكل حاجات من اصل حيواني، وبرده طبيعتها ممكن تتربى في بيئة مش نظيفة زي مياه الصرف إلى آخره. والكلام ده الناس حتى عارفينه، العاديين بعيدا عن العلم. فمش عايزين نتخذ من هذه الواقعة إن إحنا نعمم مرة تانية إن الأسماك المصرية بتتربى في المستنقعات والبرك ومياه الصرف، ويبقى الموضوع تعميمي إنها بتاكل حيوانات ميتة وبواقي فراخ ميتة وأمعاء دواجن والقصة اللي اتقالت قبل كده. فإحنا رجائي من الناس لو سمحتم خدوا العلم من مصدره، لأن أي حد النهاردة بيفتح يعني الإنترنت. يا دكتور، بخصوص اتفضل. النقطة دي، يعني احنا من خلال حضرتك بنوجه الناس ان يا جماعة اللي بيحصل ده كان فيه حاجة خاصة تتعلق ب سمك القراميط مش سمك البلطي، بالظبط تمام؟ وان احنا بنوجه الناس يا جماعة ما في السمك البلطي المصري سليم وما فيش اي فيه اي مشاكل، صح كده؟ بالظبط. نضيف على كلام حضرتك حاجه كمان، ان برضو النداءات كانت عاليه قوي ايام الهوجه دي، ان ما فيش من الدوله رقابه
وان المزارع متسابه اهو، حتى واحد عامل شويه ميه كده مجرف الارض وعامل ميه وزارع، برضو الجهات الرقابيه جابته. فعلا فعلا اذا في فعلا. رقابه على الاسواق، اذا واحنا برضو احنا الرقابه بنتكلم في رقابة اكتر، ده ما يمنعش ان احنا بنطالب اكتر برقابة سواء على الاسواق او المزارع نفسها او على المزارعين. انا بشكر حضرتك جدا دكتور نسرين عز الدين، استاذ طفيليات بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لحضرتك. كمان معانا موضوع مهم جدا تاني، وهو موضوع يتعلق ب المزارعين، مزارعين خاصة مزارعين القصب وبنجر السكر. الحقيقة وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرار بحظر استيراد السكر لمدة 3 شهور. كان في الأزمات كتير بيمر بيها مزارعين القصب وبنجر السكر في مصر، يعني كل هذه الأزمات اللي بيعاني منها الفلاح المصري في أزمة بنجر السكر وفي القصب، ممكن يكلم معنا فيها الأستاذ خالد عيش، هو رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، وكان له رؤية معينة في إزاي احنا نحمي هؤلاء المزارعين خاصة في ظل معاناة مزارعين القصب والسكر في جنوب أو في الصعيد جنوب مصر من أزمات في الأسعار وأزمات في التسويق. وكمان جزء تاني يتعلق ببنجر السكر واللي هو من المحاصيل الواعدة في مصر، من المحاصيل المهمة جدا اللي خلال الفترة الجاية في توسع فيها، خاصة في 1.5 مليون ومليون فدان، وشفنا ده في غرب ألمانيا. فكل هذه الأمور أو كل هذه المحاصيل تحتاج إلى اهتمام أكبر من السادة المسؤولين من وزارة الزراعة، خاصة في منظومة التسويق واستهداف السوق المحلي بها. احنا معانا الأستاذ خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر. أستاذ خالد، أستاذ خالد معانا؟ واضح إن في مشكلة في الاتصال. نرجع تاني لموضوعنا وهو موضوع عيد الفلاح. عيد الفلاح المصري زي ما قلت في المقدمة، الفلاح المصري بيعاني الحقيقة من الكثير من الأزمات على مدار الفترة اللي فاتت، لكن رغم كده كان في نجاحات كتير شفناها مع القيادة السياسية، شفناها في المشروعات القومية، شفناها في مشروع من النص ومن الفدان. كل هذه النجاحات يعني تحتاج إلى دعم أكتر من الجهات التنفيذية زي وزارة الزراعة زي الجهات المختلفة. إحنا إن شاء الله هيكون معانا كمان بعد الفاصل بإذن الله أستاذ الحاج عيسى الفلاح، هو الفلاح الفصيح، والمهندس أحمد العباسي نائب نقيب فلاحين مصر. ممكن نطلع لفاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله هنكمل حلقتنا معاكم عن عيد الفلاح، فلاحين مصر أو الكادحين في مصر. نطلع الفاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله هيكون معانا الحاج عيسى ومداخلات من المزارعين والفلاحين. انتظرونا. مشاهدينا اهلا بكم مره تانية في برنامج من سيزرع المليون. كلنا اتكلمنا في مقدمه البرنامج عن موضوع عيد الفلاح والازمات اللي بيعاني منها الفلاحين خلال الفتره الاخيره او شكاويهم فيما يتعلق بموضوع التسويق، رغم ان في مشروعات توسعيه في هذا القطاع الزراعي. احنا معانا احد المزارعين، معانا الحاج راقي بسيس. عمده راقي، عمدة راقي. السلام عليكم. يا عمدة اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانت بخير والفلاحين كلهم بخير. كل عام وانت بخير يا عمدة. ممكن بس لو سمحت تسمعنا من التليفون؟ انا سامعك استاذ شعبان. ممكن بس تطفي التلفزيون او وطي تقفله؟ معلش التلفزيون وطي التلفزيون يا حاج راقي، بس احنا بنتكلم على يوم مهم وهو عيد الفلاح، كيف ترى وضع الفلاح في عيده واهم المطالب اللي بيطالب فيها الفلاح خلال الفترة الحالية او الازمات او المشكلات اللي بيعاني منها؟ احنا استاذ شعبان والله العظيم بالنسبة للفلاح مش حاسين بعيد يعني في اليومين دول للأمانة، يعني الفلاح هو اللي دايما يساند الدولة في كل يعني في كل موقع وفي كل حين. احنا بالنسبة لنا كادحين المفروض عيد الفلاح يرد علينا بأثر جميل يعني، لكن احنا مش شايفين ده. طب انا عاوز عندنا عاوز في عاوز تدهور في الزراعة، في البطاطس، في التعاقدات، حتى بالنسبة للعمال مش راح. ايه وضع المزارعين دلوقتي فيما يعني ايه ابرز المشكلات اللي بيواجهها المزارع في مصر حاليا؟ بالنسبة للمشكلات اللي بيواجهها الفلاح، أول حاجة إن الفلاح عايش في حالة من الرعب من المخالفات اللي هي حاصلة الآن، اللي هي تقنين وضع المخالفات والمباني في الأراضي الزراعية. يعني إحنا شيء مؤسف، في الدلنجات إمبارح بيهدوا فرن الواحدة ست غلبانة. ما علينا في القصة دي، القصة التانية إحنا المفروض نلاجوا الأمن ونلاجوا خلينا الفلاح. برضو احنا بنتكلم على أثر الفلاحين وتعديل اللي الإنسان. بيزرعوا يا عمدة، احنا بنتكلم على الفلاحين اللي بيزرعوا بالفعل، ايه المشكلات اللي بتواجه المزارع اللي بيزرع في ارضه الزراعية، ايه اللي محتاجه من الدولة توفره له؟ أول مشكلة بتقابلنا مقاومات الإنتاج، مقاومات الإنتاج غالية جدا. ثاني حاجة يا أستاذ شعبان أنا اتكلمت فيها قبل كده، عدم الرقابة على المبيدات والأسمدة. الشركات اللي مطلوبة الحبل على الغارب والدولة مش راضية تحط إيديها على ملف الأدوية. النهارده الشركات اللي هي واخدة الترند، الشركات الكبيرة بتصنع الأدوية وتحت منها شركات هي مشغلة تحت منها بتغش نفس المادة ونفس المركب ونفس الاسم باسم الشركة مع انه هو مضروب. واحنا لقينا في الزراعة السنة دي الغش في أدوية الحشائش وحركة الزراعة من القمح السنة اللي فاتت اللي السنة دي حركة الرز. ثاني حاجة عدم الرقابة على التجاوي في الذرة، النهارده بنلاقي عقبات كبيرة في الذرة. يعني ازاي الذرة اللي هي الكسر بتكبى انضف من الذرة الجلد. المفروض الدولة تحط ايدها على الملف ده جامد جدا. ملف اللي هو فين دور الجمعيات يا عمدة راقي؟ دور الجمعيات ايه وضعها دلوقتي؟ الجمعيات الجمعيات الزراعية. النهارده، الجمعيات النهارده بالنسبة للجمعية النهارده فيها اثنين موظفين، المدير وواحد ثاني مرشد. دول مش فاضيين طبعا للارشاد الزراعي. الملف الثاني احنا كنا بنعتمده على الزراعات التعاقديه، السنه الفلاح كان هيعتمد على الزراعات التعاقديه. ماشي؟ الزراعات التعاقديه ما عادش عندنا دلوقتي غير الجامح فقط لا غير، البنجر الجيش خد العروه الثانيه، يعني احنا رحنا نجيبه تجاوب بنجر قالوا خلاص الجيش خد الثانيه وخد الثالثه. طب الفلاح هيزرع ايه؟ زرعنا بطاطس السنه اللي فاتت اللي عندي السنه دي في الثلاجات، بنطلعه البطاطس النهارده يا استاذ شعبان ب 2 جنيه الكيلو. فعلا يعني عاوز الدوله تقف جنب الفلاح. الفلاح ساكت وراضي برزقه، المفروض الفلاح ده نقف جنبه. هو في وقت الازمات احنا مش خايفين من اي شيء، خايفين من الله عز وجل، بنتقي الله في زراعتنا. المفروض الدوله تحط الوزير بتاع الزراعه المفروض هو اللي يقف جنب الفلاح، والمفروض يسمع صرخات الفلاح. احنا مش عاوزين يا استاذ شعبان مؤهلات وناس بتقعد وتتكلم في غرف تجاريه وخارج وداخل. الفلاح لازم نقف جنبه. احنا النهارده على مؤاخذه حتى الاسواق بتاعتنا بتاعت المواشي مكفوله. ازاي انا نفتح كل المجالات ونفتح الكاميرات ونفتح الدنيا بحالها ونسيب الاسواق بتاعت المواشي؟ احنا حالنا وقف. انا بشكر النهارده حضرتك جدا السلاح يا عمده، بكام؟ شكرا يا عمده راقي، شكرا جزيلا ليك، ونتمنى الاستماع من وزاره الزراعه لهذه المطالب المهمه. كمان معانا الاستاذ ماجد عثمان، احد مربين الدواجن من كفر الشيخ. استاذ ماجد، السلام عليكم.
اتفضل يا استاذ ماجد. انتوا بتقولوا صح، احنا اتعودنا الاول ان احنا نقول الحقيقه على برنامجكم. صوت يا صوت ممكن تحرك حتى فيها شبكه يا استاذ ماجد، صوت مش واضح. اكلمك تاني يا استاذ ماجد، شكرا جزيلا ليك. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هيكون هنكمل حلقتنا حول عيد الفلاح ومطالبات المزارعين والفلاحين. انتظرونا مشاهدينا، اهلا بكم مره تانية في برنامج من سيزرع المليون. كمل كلامنا عن عيد الفلاح، عن عيد الكادحين في مصر. معانا الحاج عيسى الفلاح، الفلاح الفصيح. مرحبا، عامل ايه؟ الله يبارك فيك. الله سلام. الله يحفظك. معانا الحاج احمد العباسي، نائب نقيب فلاحين مصر. اهلا حاج. حبيبي يا شعب، ربنا يخليك كل صحه. ربنا يخليك ورب. زي ما عارفين يا حاج عيسى ان عيد الفلاح او الفلاح المصري هو الوحيد اللي كادح في البلد في كل الازمات، وهو العمود الفقري ليها في كل الازمات وفي كل الاوقات العصيبه ليها. كيف ترى الفلاح المصري في عيده؟ قبل ما نطلع من منبر حضرتك، زي ما انت عارف يقول اللهم ارحم شهداء الوطن الذين دعهم بانفسهم من اجل استقرار الدوله المصريه. ونقول تحيه خاصه للمؤسسه العسكريه المصريه، وتحيه خاصه للمؤسسه الشرطيه الذي وجدت الامن واخلقت الامن في الشرع المصري. الفلاح يعني ما حسش بعيد، ولا شاف عيد، ولا شاف رمضان، ولا شاف حاجه، ومجدوع ومجهور عشان ما نغلطش بعضنا. دي له مئات السنين من زمان الفلاح هو ما كلش وتعبان، وما يزرع وتعب حتى تامين صحي ملوش. لا، الفلاح ده المفروض يعني لما تبقى ماشي في الشارع كده وتلاقي عربيه اسمها عربيه اسعاف، الكل ما يوسع لها. المفروض ان كل المؤسسات في الدوله تدي الضوء الاخضر للفلاح المصري. الزراعه بتاعته ملهاش تسويق، وزراعه مش تعاقديه. يا راجل انا زرعت 18 جراد فول صويا في 4 شهور في 30/4، يعني من قيمه 15 يوم حاصده خسر 1400 جنيه، 1000 يعني 18 جراد تخسر 1400 جنيه. طب ازرع ازاي؟ الناس النهارده اما تبيع الاراضي، الناس النهارده دخلت في الاراضي اما تبيعها وتضيع فلوسها ومش عارفه، ومباني على الرقعه الزراعيه ومشاكل، وجايه مشاكل وتعديات على الارض. طب تتعدى على ملك الدوله؟ غلط. احنا ما ناكل من الارض دي وبنزرع فيها ونشرب فيها، تتعدى؟ لا، هو في ناس فقيره كان عندها بيوت وسط القريه باعتها من الاعباء اللي عندها، اللي جهز بنته عشان خاطر الزوج يعني شايف شرى طلبات يا استاذ تعبان. طب شايف انت ليه يا حاج عيسى؟ احنا جايين هنا نوضح الحقيقه للمجتمع المصري كله وللشعب كله. الناس اللي عليها اقساط، ثلاجات وغسالات وحاجات الكترونيه، باعت البيوت بتاعتها وشرت بيوت علشان تقعد فيها عشان الحباس. يعني النهارده طبعا طلع قرار بتاع التقنين. المفروض بقى التقنين. طب احنا قبل ما تقول قبل ما تقول وجهه نظرك عن التقنين، احنا نروح للحاج احمد قبل ما تكمل. حتى هي الحته دي مهمه، التقنين على الابراج. والسيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال ان اي مباني فيها سكان ما ينفعش تتهدم طبعا، اي مبنى. طب احنا انا عاوز اسمع وجهه نظرك بالراحه في الموضوع ده، بس نروح للحاج احمد العباسي نخلص الحته بتاعت الفلاحين. طبعا. عيد الفلاحين يا حاج احمد باعتبار حضرتك نقيب الفلاحين، هل وضع الفلاح المصري حاليا جيد؟ هل الفلاح المصري الحاجه اللي محتاجها متوفره بالنسبه ليه؟ اتفضل. اولا يا استاذ شعبان، كل سنه وحضرتك طيب، وكل شعب المصري عظيم بخير. هو ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. الفلاح المصري هو عماد مصر، الفلاح المصري هو اصل الارض، الفلاح المصري هو الوطن، الفلاح المصري هو الامان، الفلاح المصري هو سله غذاء العالم كله. مفيش، هو العمود الفقري طبعا. الفلاح المصري له كل الشكر والتحيه والتقدير، وكل يوم عيد للفلاح المصري، لان هو اللي بيجني ثمار تعبه وشجاعه. ولكن لما الفلاح المصري يحس ان هو يعني كادح
وتعبان ومهمش وشايل عبء كبير قوي، يبقى لازم ان احنا مهمش، يبقى لازم ان احنا مهمش من كبر الحكومه. لا 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 هي مش كده ولا تمام يا عم، مش واخد حق. طب تامين صحي هستاذن سعادتك، بقول الحاج طب هستاذن حضرتك ليه ما فيش تامين صحي شعبان بيه؟ اولا سعادتك اصل الفلاح حديد في الكارت في يا عم الحاج عيسى حضرتك، ان انت النهارده عندك لابد من ايجاد نقابه مهنيه من قبل الدوله تقود بر الامان للفلاح المصري. مش تعمل حاجه النقابه، طب هنقول لسعادتك نقابه مهنيه، نقابه لا لا مهنيه، ما هي حكومه، ما انا عايز الحكومه. طب ليه خلينا نعمل زراعه تعاقديه يا استاذ، زراعه انا لسه ما وصلتش للزراعه التعاقديه. طب انت طلعت من التامين الصحي على زراعه مع النقابه، موضوع ايوه امال انا اخسر ولا لا؟ لا لا انت تخسر ودي يخسر، انا مش معارض يا عم عيسى، نزرع ناكل طين يا عم عيسى، انا مش معارض لحضرتك على الاطلاق، احنا متفقين معاك، متفقين مع بعض في الكلام عشان ما ناخدش شق الايه المعارضه بس سعادتك. لا 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 يا شعبان بيه، وسعادتك سعادتك النهارده لما يبقى عندنا طب كمل وجهه نظره بس وبعدين تعلق عليه. هو النهارده سعادتك يا باشا الفلاح المصري لا مانع ان الفلاح المصري بيعاني من مشاكل مما لا شك فيه، هو كل الفئات بتعاني، يعني اي فئه ممكن يكون فيها معاناه، ولكن النهارده رقم واحد انشاء نقابه مهنيه من قبل الدوله تضمن للفلاح المصري حقه وتدار من قبل الفلاحين، ان هي تنشئ له تامين صحي وتامن له حياه كريمه يقدر يعيش من خلالها هو واولاده. ثانيا طب كمل بس انا ننفخ في الجربه دي لنا 10 سنين. طيب ما فيش مشكله نطالب ثاني وثالث كمل تمام يا باشا. ايجاد نقابه مهنيه ثاني، ايجاد نقابه مهنيه للفلاح المصري تضمن له تامين صحي وتامين على الحياه وعلى مشيئته وعلى وعلى وكل ما يخص الفلاح المصري من اهتمامات. ثاني نقطة سعادتك يا باشا، السياسة التعاقدية والسياسة التسويقية لبيع منتج الفلاح اللي هو ما بيعرفش يبيعه. ودي الأزمة الكبيرة اللي بيعاني منها الفلاح. يعني الفلاح النهاردة يا باشا تبص تلاقي سعادتك مهما نقول ونتكلم الفلاح المصري النهاردة ما بلاقيش يبيع منتجه عم عيسى. لا مانع. فأنا النهاردة لازم نوقف المشكلة دي. مين اللي بيستغل؟ جشع التجار هم اللي بيستغلوا الفلاح المصري، والفلاح المصري أكتر واحد مضرور لانه لا بيعرف يدخل ثمن صفيحة الجاز والمصاريف والتعب والهلكه والكهرباء. احنا بنسمع الحته دي، احنا نسمع حد احد المزارعين معانا استاذ محمد الجوهري. استاذ محمد الجوهري السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام استاذ محمد الجوهري احد الفلاحين محافظه الدهليه، اتفضل يا استاذ محمد. مش عارف نقول ايه، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الفلاح ولا نقول ايه؟ اتفضل وجهه نظرك في عيد الفلاح. الحاج عيسى بقول لك فين العيد؟ اول عيد بس يا استاذ شعبان بعد اذنك، لان الواحد معبي على الاخر وطافح اهو في عيد الفلاح. الفلاح دمه بقى مستباح من كل اجهزه الدوله المصريه وعلى راسها وزاره الزراعه. وزارة الزراعة سابتنا نهيبة وفريسة لكل المستوردين والمصدرين والتجار، وحتى تاجر الكفة بيقطع فينا. احنا بندعم كل فئات المجتمع وبنندس بالجزم، شايلين طين على دماغنا. شايف الكلام؟ النتيجة 2020 لم ينجح احد، لا محصول نجح، لا اخضر نجح، لا مواشي نجحي، لا دواجن نجحي، لا سمك نجح. طب ايه ايه سبب ايه سبب ده كله يا استاذ محمد؟ ايه سبب ده كله يعني؟ ايه النقطه ايه النقطه ايه الغلط اللي ممكن احنا نتكلم فيه ونصلحه علشان المشاكل دي تتحل؟ يا سيد الفاضل، وزاره الزراعه للمزارعين وليست لرجال الاعمال. هحكي لك واقعه بسيطه انت اكيد عرفتها لسه اول امبارح، كاتبها على صفحته الاستاذ احمد الشربين رئيس مجلس اداره جمعيه منتج البطاطس عن اللي حصل في اجتماع لجنه التقاوي. لجنه التقاوي البطاطس عندنا مصيبه ان فيها ان فيها ان هي دي مشكله كبيره، يعني ان في ان في مستوردين في اعضاء في لجنه الاستيراد، مستوردين بيحطوا السياسات المحتكرين. طب اقول لحضرتك اذكر المحتكرين مش المستوردين، المحتكرين للبلد. ما هم استاذ محمد يا حاج عيسى، اتفضل يا حاج عيسى، ده راجل مستورد بيدور على مصلحته. النهارده الناس دي بلغت من العمر ارزله وعندها من الفلوس اللي يكفيها طول عمرها،
وبالرغم من كده بتفكر في مصلحتها الشخصيه ومحدش. طب الحل يا استاذ محمد، يعني احنا اتكلمنا في الموضوع ده، الحل ايه؟ الحل من وجهه نظر حضرتك؟ الحل يا سيد بدون الفاضل يعني انا عاوز حل لازم واقعي ممكن. اتفضل يا سيد الفاضل. لازم اعاده تشكيل المجالس دي كلها بمشاركه فعليه من الفلاحين. ايوه. وتشجيع انشاء جمعيات اهليه فعليه للزراعات. النهارده عندي جمعيه منتج البطاطس لازم تتفعل، عندي جمعيه منتج الفراوله لازم تتفعل، دور الجمعيات يا سيد الفاضل وجمعيات التعاونيه كمان، الزراعه المصريه كلها لازم يتعاد هيكلتها، المنظومه كامله. بشكر حضرتك جدا استاذ محمد الجوهري، وجهه نظر حضرتك وصلت، شكرا جزيلا. انا مش شايف عضو برلماني كمل يتكلم عن الفلاح. مش شايف عضو جنب كي وجلاه. خلي بالكم على الفلاح ده، عايز سماد، ده عايز زيت، ما تنزل يا عم، عايز جاز. انزل طب ما تنزل انتخابات، ما تنزل وتفاهم. انا بتاع انتخابات نتعارك احنا والاستاذ علاء ابو عيال، ويقول اطلع بره، اقول له اطلع انت بره. لا 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 اتفضل. ما جبتش انا موضوع التقنين البيوت. ماشي، ده هنتكلم فيه بس يخلص. تقنين البيوت والعمارات والمباني دي الناس اللي عندها ابراج، الناس اللي عندها املاك الدوله وبني عليها، ما تروحش عند الفلاح الفقير اللي باني 100 متر 150 متر عشان يحط فيها المواشي. بس في حته عم عايز وينام فيها. اسمع بس، هو ليه انا هقول لسعادتك على حاجه. انا لا نغفل ان انت ليه الرئيس طلع قرار عشية. الرئيس طلع قرار امبارح قال ان اللي عطى الضوء الاخضر لجميع المواطنين بنت بتعود المحليات. أيوة. وهيعاقبهم. كلام مظبوط. يعني وهيعاقبهم بمحاكمة عسكرية. يعاقب مين؟ هيعاقب كل اللي بتعود المحليات، المتورطين في أي حاجة. أيوة. أنت سبته بنا من هم يعني النهارده أنت في حرب يا أستاذ شعبان. أنت النهارده في حرب، تبقى إيه؟ حرب الفساد. صح. إن ما كنتش تحارب الفساد أنت كل ما تشوف حالة أقول عليها. أنا كل ما قسما بالله كل ما أشوف مصيبة أنزلها على الفيسبوك. هتتحل. هو احنا مفيش احنا تمام. طب اتفضل، انت قلت حاجتين يا حاج، النقابه المهنيه والتسويق. الحاجه الثالثه، باشا، ان انت النهارده في ظل الفلاح المصري ومعاناته اللي هو بيشوفها، ان انا النهارده عندي المشكله في مركزكم حماده البحيره، وكنت عرضتها يا عم عيسى قبل كده فيضان الميه والسنه اللي فاتت. انت بعد اذنك اتكلمنا فيها، انت ما تعرض حاله لمركز. تمام. لا انا لا. لازم توصل لحاله المجتمع المصري. طيب حاله المجتمع المصري هنقول صعبه يا عم عيسى، يا حاج عيسى، هنقعد نقول حاله المجتمع، هنقول زي ما انت بتقول، بس لازم نوصل. عندي مشكله لازم توصل، ان انا النهارده في ناس محاصيلها غرقت، في ناس صرفت على الاراضي دي وما وصلهمش السنه اللي فاتت. انا كنت في لقاء التلفزيون من يومين واتكلمت يا عم عيسى، النهارده عندك السمسم والذره وكانوا بيجهزوا برضو لزراعه فاصوليا والذره كل عام. انا عندي النهارده مشكله، المشكله لابد تنحل. السنه اللي فاتت الناس اتضررت. ايه سبب المشكله؟ سبب المشكله فيضان في الماء، ارتفاع منسوب الميه فغرج الاراضي دي. طبعا الناس دي بتدفع للارض ديت لاملاك الدوله عم عيسى، بتدفع ايجار. مظبوط. النهارده لما السنه اللي فاتت يحصل نفس الموقف والسنه دي يحصل نفس الموقف، يبقى لابد ان هو يبص ويبقى في نظره حقيقيه. الناس دي تتعوض عشان ننهي الموضوع، أو تعفى. الناس دي تتعوض يا باشا، او تعفى من الدفع، او نشوف لهم بدايل او حلول يا عم عيسى، او ان انا النهارده نتمن اللي حصل للراجل ده ونديله ونعوضه. ما فيهاش كلام وما فيهاش نقاش، حتى لو المنطقه دي هتبقى خطر في يوم من الايام، الدوله تقول له ما تزرعش فيها تاني ويبقى عندي البديل. انا عشان والله العظيم عايز حاجه. طب احنا معانا بس الرئيس معنا. الرئيس عبد الفتاح السيسي يختار اختياريه مش انتخابي، يختار ناس فلاحين في مجلس الشعب القادم ان تتكلم على الفلاح المصري اختياريه مش بالانتخاب. طب احنا معانا مداخله كمان من الاستاذ ماجد. استاذ ماجد، السلام عليكم استاذ شعبان. يعني يا استاذ ماجد، حضرتك احد مربين الدواجن، عاوزين نعرف عيد الفلاح وباعتبار مربي الدواجن برضه تاني عيد احد الفلاحين، ايه وضع مربي ايه وضع عيد 68 للفلاحين؟ كل سنه وهم طيبين. من الواضح ان في سخط موجود بين الفلاحين وبرضه منتجي الدواجن لمعالي لوزاره الزراعه بشتى طرقها. من الواضح ان المشكله مش عندنا احنا بس كمنتجين دواجن، من الواضح ان كله عنده سخط من التهميش في صناعه الدواجن والفلاح وما شابه كان اعظم. احنا كمنتجين دواجن بقالنا سنين وما زلنا بنعاني نفس المشكله اللي الحاج عيسى بيقول فيها، ان احنا مهمشين وفعلا ضايعين
ما فيش بحيث ان احنا نقدر نشيل الفاصل اللي في النص اللي هي بيسموها الحلقه الوسطى اللي هي واكله مصر دم الشعب. بالفعل في سخط موجود حقيقي في برنامجكم ده بنقوله ومش بنخاف، لان احنا تعودنا في البرنامج بتاع حضرتك نقول الحقيقه. في سخط موجود من الفلاح ومربين الدواجن لمعالي وزير الحال اللي موجود. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت وزير الزراعه يستمع ليكم. يعني احنا نشدنا كتير موضوع بورصه الدواجن الموحده لتحديد سعر محدد للمزارعين والفلاحين. بشكر حضرتك جدا استاذ ماجد، شكرا جزيلا لحضرتك. معانا كمان الاستاذ احمد عمار من كفر الشيخ. استاذ احمد اهلين، سلامك. انا بشكرك وبشكر ضيوفك وبقول لجميع الفلاحين كل سنه وانتم طيبين وانت طيب. بس الفلاحين في الفلاحين يعتبر في ضمان لجميع الفلاحين والخضار هم مخروبه. احنا بنناشد رئيس عبد الفتاح بنقول له يا رب بعد اذن حضرتك احنا عايزين اطار الزراعه الفلاحين اطار الزراعه عايزين وزاره الزراعه. صوتك فيه مشكله يا استاذ احمد، لو حضرتك اتحرك في حته فيها شبكه. الفلاحين وتساند الفلاحين تمام. هو المفروض الوزير يبقى فلاح عشان يعرف اتكلم يعني. ما يبقاش وزير يبقى واحد فلاح. احنا عشان الصحي السيسي اقف جنب الفلاح لانه خلال يبقى فلاح. هو في مشكله في الشبكه يا استاذ احمد، يا ريت تعيد الاتصال مره ثانيه. شكرا جزيلا لحضرتك. هو لا مانع يا استاذ شعبان ان انت النهارده احنا قدام ازمه حقيقيه بالنسبه للفلاح المصري. عشان نكون منصفين للحقائق لابد ان يكون هناك اهتمام يا عم عيسى اكبر واكتر من كده، لان مصر مش اهتمام يعني. عارف ايه المحتاجين؟ احنا محتاجين حاج احمد. دوله ايه المحتاجين يا حاج احمد؟ في حد بيزرع جوه؟ لا 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 يا حاج احمد بقولك اقولك حاجه يا راجل، ده في على اولويات عارف ايه اللي محتاجينه؟ في افات تنظيم يا استاذ شعبان، محتاجين تنظيم. احنا عندنا كوادر، عندنا في افات لازقه على الداخل ولازقه على الصدر. في افات كان زمان كنا نزرع القطن، كان تيجي طيارات ترش يرش القطن ده، كان القطن يطلع 100 ما اعرفش. الهند خدت القطن المصري وصدرته لامريكا ان هو قطن هندي، كان يقول لك صنع وضيعونا احنا. وما زال القطن المصري بس كميات احنا صدروا القطن لامريكا لما في وجرد القطن ده هندي. لما في يعني حاج عيسى لما في شريحه معينه احتقرت الموضوع وبقى فيها تجار وبقى فيها. بص يا عم عيسى، لا انت النهارده عندك طول ما انت عندك تاجر البرسيم فيه احتكار، تمام، البطاطس فيها احتكار، ناس بتلعب فيها يا راجل. ده في مزارعين لما يزرع عند اصحاب الاراضي الراجل لما يدفع 12,000 جنيه في الفدان صح، وصاحب الارض يروح يجيب السماد من الجمعيه الزراعيه يبيعه بره وديك يا ناري يشتريه. تمام والله العظيم يعني يشتري يعني هو متأجر كمان والصاحب الأرض بياخد. طب دي فين وزارة الزراعة من الموضوع ده؟ طب انتوا ليه ما عملتوش في الشكوى أو بلاغ أو أي حاجة؟ يا باشا لا ولا حاجة، ده 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 نهب شغال. لا هو يا عم الحاج عيسى، بص يا أستاذ شعبان النهارده يا باشا. طب احنا معانا الأستاذ عادل من المنيا. أستاذ عادل ألو، اتفضل يا فندم. بلدك ألو. سلام عليكم. أولا تحية للحاج عيسى اللي هو الفلاح الأصيل اللي ما ينقل النفط بتاعنا مش الميزين في الحدايق. تحية إجلال وتمثيل لرجال الجيش والشرطة اللي هم أولاد الفلاحين. الله يحفظهم. الفلاح انطحن بعد الزعيم عبد الناصر وبعد السادات، وأما نعمل في الرئيس السيسي إن هو يبص للفلاح، يقول المتعثرين بتاع الجنوب، السماد الغالي، المية بتاع الري اللي بيروح يروي عشان خاطر يديله مخالفة بتاع الري، فيه أمر على الفلاح منا إحنا. من موظفين، من موظف الري، من موظف البنك المنتشي اللي بياخد 10,000 جنيه بتاع البنك الفلاح ويرجعها 100,000 و200,000 بتاع الفلاح. انتوا شوفوا الحاج عيسى يتكلم، هو متكلم بتاعنا احنا صح. وانا في اختلف مع الحاج عيسى في حته واحده، لان في بعض المرشحين اللي بيترشحوا بالنسبه للفلاح دول مش ممثلين فلاح ولا نقابات فلاحين. النقابات دول بتاعت ان هم يطلعوا كارنيهات، ياخدوا كارنيهات يطلع صور اعلامي. هو فعلا ما فيش نقابه مهنيه حتى الان، يعني حتى شكرا جزيلا لحضرتك. اي حد النهارده يا فندم، اي حد النهارده بقول لك ما فيش نقابات، على اقل الناس اللي موجوده بتدافع عن الفلاح على قد ما بتقدر. اي حد يجيب سيره فلاح، ما فيش حد يزايد على حد.
احنا النهارده حاسين بالفلاح ومعاناه الفلاح. انت اخرك من النادي وهتقعد مع ما احنا طالعين واحنا طالعين بنقول احنا ضد الفلاح. هي الناس مختزله الفكره ليه في ان من النقابات؟ ما احنا بنقول عايزين لا ده لا ده لا ده احنا طالعين النهارده خلاص ده احنا طالعين على الكلام الواحد الواحد منا هياخد 40000 جنيه النهارده. تمام الواحد منا هياخد 40000. احنا معانا العمده ماهر. العمده ماهر من البحيره. من طالب عمده ماهر يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء النور. ربنا يخليك يا عمده ماهر عطا من البحيره. اتفضل يا عمده. في عيد الفلاح كيف ترى اتفضل. كل سنه وانتم طيبين. انت الاول بالصحه والسلامه. وانت طيب وبخير. الله يعيد عليكم الايام بعد خير وبسعاده يا رب ان شاء الله. يا رب تسلم. وكلام الكبار الضيوف المحترمين. انا نفسي بس نفسي في العيد الفلاح ايوه ان احنا نتوحدوا على نقابه واحده تمثل الفلاح. مفيش عيد ان شاء الله يا ماهر بيه. مش عاوزين. ده الكلام المظبوط. مفيش عيد. اصبر طب خليك اتكلم. اتفضل يا عمده. نفسي نقابة واحدة بس تمثل الفلاح. مش كل كل يوم الصبح نلاقي نقابة، كل يوم نلاقي اتحاد، وكل يوم نلاقي وكل يوم نلاقي ممثل كل واحد فينا في شفيف. ده كل مركز على 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 قائد واحد وعلى نقابة واحدة. ده كل مركز في الجمهورية في نقابة. بشكر حضرتك يا عمدة ماهر. شكرا جزيلا. كل مركز في نقابة. بص يا عم عيسى وكله عايز يرزق وعايز يسرق وعايز يهبط. ما هو المشكلة انت لو معاك نقابة هتدافع عنك. يعني نقابة الصحفيين بتدافع عن الصحفيين. عليها الكلام معاك. نقابة الاعلاميين. لا هي بصوتك. هي توصل صوتك. صوت مين؟ صوت مين؟ ده احنا اما نتكلم قديمنا 10 سنين. يا راجل ما فيش طرعة كراكة راحت عليها حكومية بعتت الطرعة. اما نجيبها على حسابك. دور وزارة الزراعة فين يا عم؟ دور وزارة الري. دور وزارة الزراعة ووزارة الري. يعني وزارة الزراعة مقعدة في البيت عندنا؟ لا مش مقعدة. احنا ما نقول. طب انت طالع ليه وضارب المشوار؟ انت جاي. بص يا عم عيسى. انت جاي من المين؟ لله. وانا الله عليك. لله. وانا جاي. يبقى احنا جايين عشان نوصل صوتنا. لا انت ما خدتش 40000 انا خدت 40 وانا داخل. خدت 40 اشمعنى 40؟ والله العظيم يا حاج احمد انت الاستاذ الشعبان. اتفضل. احنا لما نتكلم على الفيسبوك ولا نقول واحنا مع استقرار بلدنا ومع استقرار مش عاوزين فوضى تاني ولا خراب تاني ولا عشان عايز استقرار مش عايز فوضى. وناس كتيره تقول لك احنا هننزل يوم 2020 زي الجماعه بتقعد 11 11. تنزل تنزل جيشك يا اخي تنزل ميت. هتنزل انت عايز تاخرنا تاني؟ مش كفايه اللي حصل؟ طب حاجه كيف نحل ازمات الفلاحين بالراحه؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة. نحل ايه الفلاح محتاج ايه الفترة دي علشان حاله يتصلح او ينتج اكتر او يكسب؟ القرار دي في ايد الرئيس. مش هصدق حد. احنا نوجه في ايد الرئيس. نوجه للسيد الرئيس. وجه يا باشا. وجه يا باشا اتفضل رسائلك وطلباتك. انا طالب واحد اثنين ثلاثة. طالب من الرئيس تأمين صحي للفلاح المصري. طالب من الرئيس زراعة تعاقدية عشان ما يزرعش ويخسر. طالب من الرئيس ان يكون زي ما في رقابه اداريه في الدوله على جميع المؤسسات يكون في رقابه على المصارف والطرع علشان خاطر ممكن ناس تزرع نخل بارحي على الطرع بدل ما تزرع اشجار تجيب افات تزرع نخل بارحي. ايه تاني؟ عايز يكون في جميع الميكنه في الجمعيات الزراعيه. ايه تاني؟ عايز يكون في راحه في السمات. ايه تاني؟ مش انا اروح اجيب معلش مش انا اروح اجيب كيس سمات يجي يقول لك بتاع الجمعيه ولا بتاع الاصلاح الزراعي. احنا عندنا عسل نحل، احنا عندنا كوزب، احنا عندنا مصيبه. خد المصيبه دي روح فيها انت. طب مش هشتري منك. ايه بقى الطلبات التانيه؟ طلبات كتير. تامين زراعه تعاقديه. زراعه تعاقديه مع الفلاح ويكون في زراعه الحوض. زراعه الحوض يبقى دي في جوط. زراعه الحوض يبقى في فول. ان زرعنا فول بلدي مش هنحتاج للحوم. بشكر حضرتك يا حاج عيسى. اتفضل حاج احمد اخي كلمه نهايه عشان الوقت انتهى. الحاج عيسى اجاد وافاض ويتكلم بلسان كل فلاحين مصر. الله يحفظك. وانا من حي الحاج عيسى وانا ما فيش. الله يخليك. انا من نادي باللي بنادي في الحاج عيسى بس هو خدنا في السياق ان انا لا لا انا مع سيبني نكمل. ايوه الحاج عيسى انا اين مأيد كلامه ومعاه وبس الناس ما تفهمش هو ان انا بدافع عن حاجه على الاطلاق يعني. يا باشا مطلوب عايزين نوصل كلامنا بصيغه
مطلوب افضل. طب نقول ايه يعني؟ ماشي مطلوب. انا معاك، انا ايد كلامك. احط لون عشان اوصل طريق. لا 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 مطلوب. بشكر حضرتك شطير. بشكر اقطع الترند. ما هو كده. المهم طيب يعني شكرا جزيلا حاج عيسى، شكرا جزيلا حاج احمد مشاهدينا، شكرا جزيلا. تحياتنا للحضرات وكل سنه وانتم طيبين، كل سنه والفلاح بخير، وان شاء الله عيد الفلاح 69 السنه الجايه يكون وضع الفلاح في احسن. شكرا جزيلا لكم، انتظرونا 5 المقبل 9 مساء معكم شعبان بتاعي.